السلام عليكم شباب معاكم اخوكم احمد نشيد دراك لورد من ديفلز جيم وديفلز كوميونتي وهاي الحلقه الثانيه الجزء الثاني من اللايف كومنتري يعني المفروض تكون تكون الحلقه الرابعه لان بيكون فيديو منفصل عنهم انتهى الشوط الاول 2-0 خلونا نواصل الشوط الثاني نشوف شنو يصير انا العب اه الحين مباراه اونلاين لايف وعلق لايف وانا قاعد العب ف يعني اعذروني اذا كان كنت اقطع في الحكي او اركز شوي بس بحاول أ... يعني اعلق واقول لكم شنو افكر فيه وانا قاعد العب إيه... لا 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 العبها آه فندر صار طويل ما تقدر تطوف طو... الكره الحمد لله انه طويل يعني انه إيه... انا حي مانشستر في الصج ف إيه... آه لا. لا, لا 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 روني خوف روني خوف انا طلعت للحارس وتمنيت انه يضيع القاروني. في الصج روني هاي الموسم مستواه فاشل صراحه اللاعب اللي انا كنت ادمه كل موسم اللي اللي فضله السر على تيفيز برباتوف هو موسمه هاي الموسم مبدع هو هداف الدوري طبعا اللي ساعده انه كل كل انديه هالموسم فاشله في الدوري الانجليزي إيه اللي اللي لاحظ ارسنال يخسرون إيه ليفربول مستواهم السادس على الدوري إيه يعني تشيلسي ارسنال إيه مانشستر يعني حتى تشيلسي اللي كانوا يخوفون حاولت اطوفها ما خلاني اطوفها يعني كسرنا إيه حتى تشيلسي اللي كانوا يخوفون يفوزون بالاربعه بالخمسه شوفهم الحين هاي المواسم، شوفهم شلون يسوون، يعني قاعدين يخسرون، آه فما ادري شنو صاير بالضبط في الدوري الانجليزي، يمكن آه ال ال الانديه الضعيفه اللي كانت آه ضعيفه المواسم اللي طافت، آه و... لا تطلع لا تطلع لا تطلع، بدر راح اترك شباب، آه ما لا طلع. طلع خلاني اجيب الجول الثالث وطلع يعني ما ما ادري ليش يطلعون ما يخلونا نستمتع وياهم <أه> نواصل <إن> <أه> كتب شنو قاعد اقول قطع حبل افكاري <أه> المهم شباب انتهى الجزء الثاني الحلقه الرابعه حدها قصيره يمكن اخليها ويا ويا الفيديو او راح اخليها لان صار لنا ثلاث دقائق نتكلم راح اخليها بروحها اتمنى ان عجبتكم الحلقه السريعه ولا تنسون لايك وسبسكرايب حق قناتنا ديفلز جيم وديفلز كوميونيتي وكان وياكم مثل كان معتاد اخوكم احمد النشيد دراكلورد ومع السلامه شباب